أخوتي المغاربة فين ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرسالة غنتقدم بها لوزير الصحة الوردي. كالتماس وكرسالة أرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار من مواطن يعني يصدع بالحق لا يكذب. صراحة الله السيد الوزير، راه مسألة نتاع الصحة في مدينة فاس راه شيء خطير جدا، شيء مؤسف. وتمشي المركب الاستشفائي الملقب CHE، راه مسألة راه مصيبة، كارثة كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. راه باش تشوف باش تشوف الطبيب في الموعد الأول خاصك أو موان واحد الأسبوع، وفاش غادي يعطيوك تشوف الطبيب خاصك واحد 6 شهور، واحد 15 يوم باش تاخد الموعد، وفاش تاخد الموعد خاصك واحد 6 شهور باش تشخص المرض نتاعك. واش هذه منظومة طبية في نظرك سيد الوزير يعني في القرن 21 كتماشى مع طموحات الشعب المغربي؟ هبط المستشفى بنو الخطيب، شوف الكوارث العظمى والطامة، شوف الخطورة فين كتجلى. راه المشكل يا سيد الوزير، درتو ديك الراميد تبارك الله عليكم مزيانة كتحل المشكل وكدير، ولكن راه ما غاديش تداوى، راه ما توصلكش نوبتك باش تدخل عندك الطبيب. راه الطبيب كيتصرف معاك بعنجهية، الطبيب كيظن راسو راه وارثة. راه ما يمكن لكش تجي وتشد الصف ديالك وتاخد الورقة التذكيرة باش تدخل، وتدخل في نهارك تتداوى. بل من المستحيل، من المستحيل يستحيل. وده باللي عنده فشل كلوي خاصو يجلس 5 شهور باش يدير تشخيص نتاع المرض. اللي عنده المرارة قربة تطرطق خاصو 15 يوم باش يحجز موعد باش يدير اوبيراسيون على 3 شهور 4 شهور. دخلنا عليكم بالله وشهادي، دابا حنا كنضحكوا على راسنا ولا شنو كنقولوا؟ راه اصلاح المنظومه الطبيه راه غا كنتفلاو، اما كاين شاي وسير لك السي الوردي، الله يجازيك بخير، كنتمنى توصلك هذه الرساله. وسير عند داك بنت الحرام، ديك الساج فام اللي في كوكار مستشفى بنو الخطيب، شوف شنو كدير العيالات عباد الله، السبان والشتم وجميع انواع التعسفات، شوف شنو كدير العيالات. واش ما كاينش مفتش الصحه يدخل يفتش؟ ما كاينش الناس يشوفوا بان داك المافيا اللي متحكمه في CHE ومتحكمه في مستشفى بنو الخطيب وخدامه كتسير كيما بغات؟ واش 8 الاشخاص يموتوا في نهار واحد في المستعجلات؟ جوج طبيبات ما كيرفضوا يستقبلوا المرضى؟ راك الوضع كارثي، الوضع كارثي لا يحتمل. ما نبقاش نكذبوا على راسنا، حقاك داك دا والو. انا كان رساله هذه كنخص بها الوردي وزير الصحه، عشان نبقاو حنا نجلسوا بنادم باش نشخصوا له المرض نجلسوا 7 شهور تيموت. ومرأة مرأة أقسم بالله العلي العظيم، إلى مرأة والجنين في البطن تاع الأم ديالو نشف من الماء، داك الصافان نشف من الماء، يعني خاص دير فحوصات طبية وتشخيص باش غتشوف هاد المسألة هادي. فاش هبطات الكوكا قال لك اسيدي نعطيوها رونديفو من دابا، كان جور من دابا، فان جور من دابا، 3 جور من دابا، كدا. واش هذا السيد لافولي كما كيقول؟ راه الحماق هذا.
اذا تيموت داك الجنين في البطن ديالها ويشكل خطورة على الام. حتى هي نرجعو ما بقيناش كنعالجو غير الجنين، رجعنا كنعالجو الام. مسألة أستاذ الوردي، راه مسألة والله العظيم إلا خايبة بالله. كنتمنى الرسالة نتاعي تلقى واحد القبول من طرفكم، وتقوموا بتدخل عاجل لإصلاح المنظومة الطبية في مدينة فاس، وخصوصا بمستشفى بنو الخطيب الملقب بكوكار، والمركب الاستشفائي الملقب بسي هاش اي. وتبارك الله عليكم.